بسم الله. ربنا سدد خطانا في اتجاه ما يرضيك يا ربنا يا عظيم، واجعلنا من خير من تبع رسولك الكرام عليهم صلاتك وسلامك، امين يا رحمة. قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد، فهل انتم مسلمون؟ بعد البيان القراني الرباني مازال عندك ما تقول اذا كنت ثابت في طريق غير طريق الاسلام؟ سلم امرك لله تنجو، لان الله يخاطبك ويعلمك ان محمد عليه السلام هو رحمه للعالمين، مش رحمه لبعض الاقوام او لقوم واحد وفي فتره زمنيه واحده. فماشي بعد سيدنا موسى عليه السلام، يهود يمنوا باللي سيدنا موسى عليه السلام فعلا هو كريم الرحمن، وشكون هم؟ عاد اذا كان ما لقيناهمش بعد نبينا موسى عليه السلام في وقت مبكر، مش لقاهم الان؟ قليل هذوك اللي يمنوا باللي فما توراه لم تمسها ايدي الظالمين، ايادي الظالمين المتطخه بالكذب والتزوير، نسال الله السلامه.